يجب أن يكون بمطبخك فكرة رائعة كهذه، ولفعلها أنت بحاجة إلى حاويات متحركة ماسكة خاصة تكون بنفس المقاس الخاص بهذا المكان، تقوم بتركيبها بنفس ما يقوم بعمله الشابون. فبإمكانكم أن تشاهدوا هذه الفكرة الذكية والرائعة حتى تقوم بوضع القمامة بهذا الشكل وبكل أريحية. لنتابع معا. إذا كنت تريد أن تصنع فرنا حجري فعليك اتباع الخطوات التالية. يجب أن تكون عندك أرض بها حصى وتقوم بفردها جيدا، بعد ذلك تقوم بجلب القطع وتقوم بصفها بهذا الشكل على بعضها البعض، ويجب أن تكون متساوية ومتوازية أيضا. لنتابع معا كيف سيقوم ببناء هذا الشكل الرائع، وهو عبارة عن موقد للنار. شاهدوا كيف أصبح شكله الآن رائعا ومميزا. هذا الرجل هنا يقوم بفك بابه الزجاجي والخشبي ويقوم ببرادته بهذه الطريقة، بعد ذلك يقوم بقص قطع من الأخشاب وهي قطع متساوية بالحجم، ويقوم بقصها كمربعات ويقوم بذلك بسد الفراغات الزجاجية بها. لنشاهد معا ما الذي سيقوم بعمله. شاهدوا كيف أصبح شكل الباب بعد أن كان زجاجيا، كيف أصبح بهذا الشكل المميز. لنرى معا هذه الفكرة الرائعة والمميزة لإنشاء سرير مضيء من الأسفل. لنتابع معا كيف يقوم الشاب بتركيب القطع الخشبية ليقوم بهذا العمل الرائع. شاهدوا. ما رأيك بعمل فكرة رائعة كما تقوم هذه الفتاة هنا؟ في البداية تقوم بقص هذه القطع على هذه الأشكال وهي أشكال متوازية، والآن تقوم بصفها على الباب حتى تقوم بإلصاقها به. بعد قص الزيادة يتم هنا وضع قطع أخرى وبعد ذلك دهان الباب، وهكذا أصبح ذو شكل رائع. الآن تقوم بجلب الحشو الداخلي وتقوم بتغليفه بهذه القطعة القماشية كما تشاهدون، وبهذا تصبح لدينا هذه الوسادة المريحة. ما رأيكم بهذه الزخرفة الخشبية؟ في البداية يتم جلب قطع من الأخشاب وقصها على شكل دوائر صغيرة، بعد ذلك يتم فرد قطع من الأخشاب بهذا الشكل كما ترون، وذلك حتى يتم ملء الفراغات بهذه القطع الصغيرة، وبالطبع كلها قطع متساوية بالتمام حتى لا تكون قطعة أعلى من قطعة. بعد ذلك يتم ملؤها بهذه المادة اللاصقة وملء الفراغات جيدا، وبعد ذلك يتم وضع هذه المادة اللامعة. فلنشاهد معا كيف أصبح شكلها مميزا. ما رأيك أن تقوم بعمل هذه القطعة لسريرك وتزينه بها؟ كل ما عليك هو جلب قطعة خشبية وقطع من الإسفنج المدور وقصهم بهذا الشكل وإلصاقهم بهذه الطريقة، وبعد ذلك تقوم بتغطيتها بالقماش الخاص، وبهذا الشكل تحصل على هذه القطعة الرائعة. لنشاهد هذا المكان المليء بالأغراض وماذا سيقومون بعمله. في البداية يتم إفراغه وفك القطع وأيضا فك القطع من الحوائط، وبعد ذلك يتم دهانه. والآن يتم تركيب هذه القطع من الأخشاب بهذا الشكل وعمل رفوف جميلة ومميزة. لنتابع معا ما الذي سيقومون بعمله. انظروا كيف أصبح شكل الرفوف لائقا وجميلا.
الآن يتم تركيب هذه القطع للزينة كما ترون، وهي قطع سداسية والتي ستعمل على إعطاء شكل جميل جدا. والآن دهان ما تبقى باللون الأبيض ويصبح الشكل جميلا جدا. هنا يتم أيضا تغيير الإضاءة بإضاءة أخرى، فما رأيكم الآن بهذا الشكل الجديد للغرفة؟ هنا فكرة رائعة لدهان الحمام وتحويل شكله إلى شكل جميل ورائع. بعد دهانه يتم فك هذه المغسلة وتركيب مغسلة أخرى لنتابع معا الإضافات الجميلة التي سيقوم بوضعها هذا الشاب. هنا تركيب خزانة صغيرة أسفل هذه المغسلة، وبالطبع سيقوم بوضع رفوف بهذا الشكل. انظروا كيف أصبح شكله رائعا ومميزا جدا. لنشاهد معا الفتاة وكيف ستقوم بتحويل هذه الخزانة إلى مكان رائع جدا. في البداية تقوم بإفراغها وتركيب قطع خشبية خاصة بهذا الشكل، فلنشاهد معا ما الذي ستقوم به. هنا تم تركيب القطع ودهانها كما ترون، فبإمكانكم أن تشاهدوا كيف أصبح شكل المكان. هذا البار الصغير تم صنعه من عجلة الأسلاك. يمكنكم أن تشاهدوا هذه الأغصان الخشبية وكيف يتم تركيبها بهذا الشكل. هذه نصف دائرة والخاصة بعجلة الأسلاك، انظروا كيف تم قصها. بإمكانك وضع هذه القطعة لغسالتك وستوفر الكثير من المساحة. هنا هذا الشاب يقوم بصنع قارورة للزراعة من هذا العمود البلاستيكي. في البداية يتم حفره بهذا الشكل وعمل ثقوب به كما ترون. بعد ذلك يتم جلب غطاء للسقاية والذي يوضع بالمنتصف، وذلك لتوزيع الماء على كافة الزرع. الآن يتم وضع التربة بداخلها، وذلك حتى يتم وضع الزراعة بعد ذلك. بعد تعليق الشتلات يمكنكم أن تشاهدوا كيف أصبحت هذه القطعة رائعة ومميزة. وهنا المكان لاستقاية الماء كما ترون وتوزيعه على كافة الشتلات. لنشاهد هذا الشاب وكيف يقوم بتركيب اكسسوارات جميلة لمنزله. انظروا إلى هذه الأشكال التي يقوم بتركيبها. وهنا على جانب الدرج انظروا ماذا فعل. وهنا شاهدوا ماذا فعل مع زوجته. وهنا أيضا يقوم بتركيب باب البيت ودهانه وعمله بشكل رائع. انظروا ماذا فعل ببابه. هنا هذه الفتاة تقوم بتركيب هذا اللوح، فشاهدوا ماذا فعلت به. بإمكانك عمل هذه الفكرة الرائعة لعمل هذا السلم وعليه قوارير للزراعة. لصنع وسادة رائعة كهذه عليك اتباع هذه الطرق. في البداية تقوم بجلب القماش الخاص وتقوم بوضعه بهذا الشكل وقصه على شكل قوس. بعد ذلك تقوم بجلب المزيد من القماش لخياطته بهذا الشكل. لنتابع معا. بعد خياطته تقوم بتركيب السوستة أو السحاب حتى تقوم بعمل بيت للحشوة.